الولد يجيك. هلا يمه. هلا حياك الله. يلا ودي النقصة بيت الجيران لا تنسوها. ان شاء الله يمه. عافية بارك الله فيك. بارك الله فيك. باقي شوي يؤذن. بسم الله. لا. وقاعد يؤذن الحين. يا رب العالمين. أحد عيدين. تفضلوا حين عباس. دخلوز. معاي نعمة الله كثيرة. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. الفطور. اي وش اسوي ولدي؟ بس هذا يا بعد ما بس هذا يا تجيب لي. تعال تعال يا ولدي لا تكسر خاطري يا ولدي. رحمتك يا ارحم الراحمين، جودك علينا على هالايتام، وش اكلهم؟ انت ارحم واعلم بالحال. ارحمنا يا ارحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا